إذا تريدون تعرفون شلون عملت هاي حلاوة الأرز بالطحين مع مال الرز فإنه تابعوا الفيديو. كانت كلش بسيطة، كلكم عندكم إياها بالبيت، كلش طريقة سهلة وناجحة. طبعاً اليوم نريد نعمل رايس بودينج، يعني إنه بودينج بالرز، وإنه بي كلش هواي فوائد. مثل ما تعرفون بي هواي بروتين، وهم بي هواي إنه مينرالز وفيتامينز، فإنه هاي هم صحي وللي يلعبون رياضة هم كلش كلش مفيد. عبارة عن قليل العالم إنه عندهم allergies ضده، وهم للأطفال يعطوا للبيبيات إنه الصغار هم إنه يوكلوهم رايس بودينج. فخليكم ويا طبعا ما ننسى نقول بسم الله. عبالك تتاكلون بيبي برأيي.